طبعا ما تعلق ببيتكوفيتش الناخب الجديد للمنتخب الوطني الذي يسعى من أجل ترتيب البيت وإعادة الخضر إلى الواجهة مع استدعاء أسماء جديدة للمنتخب الوطني. كما سنتوقف للحديث عن الإعلام الوطني حول الإعلام الرياضي الذي انشق في محورين، محور متعلق بأهمية وماهية الإعلام الرياضي ومن هو الإعلامي الرياضي وما هي الآليات التي تضبط قواعد أخلاقية المهنة، وكذا من هو المحلل الرياضي سواء كان لاعب سابق أو من يملك الشهادة العليا في المجال التدريبي، إضافة إلى كأس الجمهورية التي عرفت تأهل عدة فرق، ولكن تأهل الحمراوي اليوم كان تأهل كبير في الدقائق الأخيرة ضد نادي أتليتيك بردو. للحديث عن كل هذا أتشرف باستضافة في الجزء الأول المحلل والمدرب ورئيس الورشة أمس في المحور المتعلق بالتحليل الرياضي ومن هو المحلل الرياضي الذي يعطي لغة الأرقام والإحصائيات، اللغة التقنية الفنية التكتيكية التي تثقف المشاهد والمتلقي في أن الوقت. سعيد أن يكون متواجد معي مراد وردي، شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا. شكرا كمال على الاستضافة، مساء الخير لك وإلى كافة متتبعي هذا الحصة. شكرا لك. على البداية مراد وردي، قبل الغوص في الحديث ما تعلق بالملتقى الوطني الأول الذي أشرف عليه أمس شخصيا وزير الاتصال سيد العقاب بأيضا حضور وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، نتحدث عن بيتكوفيتش كناخب جديد للمنتخب الوطني كقراءة شومولوجية لأول ندوة صحفية، وكذا كيف ترى البداية هذا المدرب خلال الدورة الدولية التي ستدر خلال شهر رمضان؟ على كل حال نتمنى النجاح للمدرب في ظل مشاكل عديدة تخبط فيها الفريق الوطني في الأونة الأخيرة، وكلام كثير قيل وقيل اليوم، هل اللاعبين تأثروا بالكلام التي خرج من بعض الأشخاص، هل اليوم الفريق الوطني الذي أنهى مشوار أولي ومشوار ثاني وثالث، الأول كان في المستوى ثم كان فيه نكسة في الخرجة تاع كأس إفريقيا 21 ثم مرة أخرى كأس العالم ثم مرة أخرى كأس إفريقيا، هذا يقدر يكون عليه تأثير سلبي، لأن عندما تنهزم بعد ما قيل الكثير على قوة هذا الفريق، خاصة عندما كانت فيه سلسلة النتائج الإيجابية ثم سقوط حر في الأهداف التي كانت مسطرة، أظن كان بإمكان جميع أن يدير تقييم لماذا اليوم، لماذا الفريق الوطني تطلع إلى الأعلى ثم في الخرجات الرسمية يسقط سقوط حر. ما نقولش باللي ما فيهش نواة، ما فيهش إمكانيات، ما فيهش قوة، لا، ولكن الأمر بلاك يكون في اتجاه آخر، ولم نحاول إطراء وتفسيرات وتقييم للوضع، رحنا مباشرة للمتاهات الهامشية وتركنا التحليل الموضوعي. التحليل الموضوعي هو مجال تقني محض تدخل فيه الإمكانيات والوسائل، تدخل فيه المعنويات كذلك، اليوم المعنويات ماشي من صلاحية إلا المدرب، ولكن المعنويات تكون هي الكل يحول ويسون مجموعة الفريق الوطني، لأن الفريق الوطني لا يمثل نفسه ولا يمثل المدرب ولكن يمثل الجزائر ككل، ولذا الجميع كان علينا أن نقوم هذا الفريق ثم نقيم هذا الفريق. هي مرحلة جديدة للمنتخب الوطني كما قلت، فيه نواة، فيه كوادر المنتخب الوطني، في أسماء أيضا تتألق في بطولة أخرى، في أيضا في العقد ضرورة الرجوع وحضور مباراة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم من أجل اكتشاف هذه الأسماء التي تدعم بها المنتخب الوطني. هل ترى المرحلة القادمة أو الدورة القادمة هي دورة خليني أقول لك لمعرفة خبايا المنتخب؟ قال كان شاهد مباراة المنتخب الوطني لكن لا يعرف ما يدور في التدريبات، في المعسكر التدريبي، في المركز الفني، في ليلة المباراة، في غرف تغيير الملابس، سكواد العون مهمة. نعم. لأي مدرب مرات. نعم، الأسماء اليوم والإمكانات والطريقة ومستوى اللاعبين
اللي نتكلم عليهم إذا كان تكلمنا على القائمة الموسعة لدى المدرب الفريق الوطني، نقول يعرف هذه الأشياء لأن أشياء تظهر على السطح، ولكن الخبايا هي مهم أن يعرف كيف يتصرف مع المجموعة في المجال العلاقاتي، لأن اليوم أول شيء لازم يتمكن فيه المدرب هو كيفية إيصال والوصول إلى معرفة كل عام كما يقول لك بنقائصه بقوته المعنوية بكل أشياء التي لا يراها في الميدان لأنه هو جديد، والأكيد هو هذه هو أول مرحلة يقوم بها المدرب. ثاني مرحلة هي دورة ودية تقييمية، أنا نظن راح يكون اكتشافية كذلك، أسماء بالك اللي راح يجيبها ويتخها داخل هذه المجموعة، احنا ما راناش هنا باش نمدوا الأسماء. الأكيد هو هذا كله يخليه بالك في الدورة الودية وفي المقابلات الوديتين يتطلع أكثر ما يوجد داخل هذا الفريق كإمكانات تقنية معروفة ثم إمكانات معنوية مع المشاكل التي تخبط فيها الفريق الوطني مؤخرا.